من مقومات الاستقرار في المناطق المحررة هو الجانب الصحي. زيارتنا لهذا المستوصف شكرنا وتقديرنا للكادر الطبي ابتداء من السيد المدير وكذلك الأطباء والقابلات المأذونات وكذلك الكادر الإداري لهذا المستوصف. يتراوح عدد المرضى المراجعين بين 1000 إلى 1500. هناك صالة للطوارئ لاستقبال حالات المصابين المدنيين من قصف الدواعش لمعالجتهم والتداوي، وقسم يرسل إلى مستشفى غرب أربيل. وبهذه المناسبة كان لنا زيارة إلى مستشفى الحمدانية حيث تم تأهيله من قبل الطبابة العسكري لوزارة الدفاع وكذلك قيادة الشرطة الاتحادية بتوفير كافة المستلزمات والأجهزة الطبية لاستقبال المصابين والأطفال وحالات الولادة. هذا المستوصف أيضا سوف يكون يتم تحويله إلى صالة طوارئ ونقل العيادة الخارجية إلى الدار المجاورة، حيث يتم بالتنسيق مع مديرية صحة نينوى، إضافة إلى توفير مادة زيت الغاز للمولدات، إضافة إلى طلبيات قلة الإسعافات لنقل المصابين كون لا يوجد لديهم سوى إسعاف عدد 2. سوف يتم مفاتحة صحة نينوى لإرسال إسعاف عدد 2. الوضع بشكل عام جيد، مستلزمات الصحية من الحصة من الأدوية أيضا تم وصولها هذا اليوم. نكرر شكرنا وتقديرنا للكادر الصحي في هذا المستوصف. نشكر سيادة محافظ نينوى لزيارة مركز صحي الزهراء والوقوف على احتياجات المركز الصحي، وتم مفاتحة السيد المحافظ بالعدد من الطلبات ووعدنا بتلبية هذه الطلبات في أقرب وقت إن شاء الله. كما تم تبليغنا بأنه بافتتاح مركز مستشفى الحمدانية الأربعاء المقبل لاستقبال الحالات مما يخفف عبء الإحالة إلى أربيل. حقيقة اليوم احنا في زيارة إلى المستوصف الزهراء، الحقيقة شيء كبير جدا. هؤلاء الكادر الطبي احنا فرحين جدا بالعمل اللي يعملوه للمواطنين. لم نكن نتوقع عند افتتاح هذا المستوصف الصحي ان يكون بهذا الجهد، ولكن الحقيقة أثبتت جدارة كبيرة إلى موظفينا وإلى الكادر الطبي والصحي بالذات لفتح هذا المستوصف. اليوم هو شبه مستشفى طوارئ، فيه عمليات جراحية، فيه ولادات، فيه باطنية، فيه كل العلاجات الموجودة. إن شاء الله سيكون هذا مكان للعمل في المستقبل أفضل بكثير، وسيتم تطوير هذا المستوصف الصحي ليكون مستشفى طوارئ للمنطقة بعد أن تأذت بعض المستشفيات الموجودة في مركز مدينة الموصل.